يوماً بعد يوم يزداد سباق الرئاسة اشتعالاً بين 13 مرشحاً لانتخابات الرئاسة، حتى وصل الأمر إلى تشويه دعاية المتنافسين. صفحات وجروبات موجودة على الفيسبوك وعلى وطبعاً على تويتر، في حاجة اسمها هاشتاج كده، الناس كلها بتروج وتدعي وتحشد لفكرة إن احنا نروح نوقع بالبورد احمد شفيق، او نوقع الاعلان الكبير بتاع احمد شفيق او بنرات احمد شفيق. طب يعني يا جماعه، دي احنا لسه صغيرين في الديمقراطيه، نشوف الدنيا بتعمل ايه الاول وبعد كده قبل ما نتكلم. مفيش حد بيعمل كده في الدنيا. من يومين حصل فيه برضو مشكله لما حد من عندنا لقى ان في حمله اخرى بتقطع المواد الدعائيه بتاعتنا، احتكوا بيهم، ممكن كان في الحمله الاخرى يعني رفعوا عليهم مطاوي وحاجات زي كده. فطبعا احنا ادينا تعليمات ما فيش حد يحاول يحتك باي شكل او من الاشكال باي حمله، حتى لو لقوا ان هم بيعملوا قدامهم. واحنا بنكتفي ان احنا بنصور الكلام ده وبنروح، يعني الحقيقه ممكن ساعات كتيره جدا جدا مش بنشتكي، لكن الحقيقه قلنا لهم يبتدوا يروحوا للجهات، يعني محضر شرطه، بحيث ان هو نثبت حقنا ونثبت واقعنا. المواطنون منهم من تطوع وعلق ملصقا لمرشح، ومنهم من انتقد شكل المنافسة. الناس استأذنتنا برضو، مدير الحملة جه استأذن بعد اذنكم ممكن نحط هنا اعلانات وكده، فقلت له اتفضل يعني، وبعدين انا مؤيده، فحاجة كويسة ان انا احط صور ليه وكده. انا عندي مكان قدام محلي، حطي عندي بيتي، حطي اللي انا مرتضيه والله. لكن لما اكون انا حاطط بوستر بتاع واحد معين لاي شخص يجي يحط عليه، ما هذه المشكلة. غالبا بيلزقوها بالليل او بيعلقوها بالليل، لان غالبا اما بيجي بيعلق على البيت بيجي واحد غيره عايز يعلق تاني، زي ما في ناس بيعلق لمرشح، المرشح ناس تبعد فبيقطع الورق وبيحطه على مكانه. دي حاجات بتبقى بتتكلف ماديا على المرشح نفسه وكده، هو بيبقى فيه يعني نوع من الضغينة او الضيق، ان الواحد بيبقى عامل حاجة وبذل مجهود عشان يعلقها ويصارف ويجي يلاقيها بعض الناس بتبوظها. طمس اللافتات وتمزيقها ووضع ملصق مرشح فوق ملصق منافسه سلبيات ترصدها الاعين في الشوارع والميادين. وإن كانت الحملات الرسمية للمرشحين تتبرأ من ذلك، فإن هذه الأفعال تهدر حق المرشحين في الدعاية، وهو أمر لا يمكن قبوله في أول انتخابات رئاسية تشهدها مصر بعد الثورة. بسنت شحاتة، هنا العاصمة. أهلا وسهلا بحضراتكم في هنا العاصمة. نناقش اليوم استغلال المساجد والعلماء أيضا. خلونا نوسع الدائرة شوية في الدعاية الانتخابية. يعني لو عالم ينتمي إلى المسجد يستطيع أن يكون موجها وطالبا وداعيا إلى مرشح بعينه، طيب هو يقدر يدعو له محبة ويعدد مناقبه، هل يؤثم من لم أو من لن يعطي صوته له؟ ده اللي هنناقشه مع ضيوفي الأعزاء، فضيلة الدكتور الشيخ سالم عبد الجليل، وكيل أول وزارة الأوقاف لشؤون الدعوة. أهلا وسهلا دكتور. أهلا بيك خير، بارك الله فيك. والشيخ المهندس، لن أقول المهندس فقط، الشيخ المهندس علاء عامر، أمين سر لجنة الشؤون الدينية لمجلس الشعب. أهلا وسهلا. أهلا بحضرتك. والمحامي المعروف الأستاذ عصام شيحة، عضو مجلس أمناء المنظمة المصرية لحقوق الإنسان. أهلا وسهلا. أهلا وسهلا. خلونا نبتدي من النقطة الأعلى اللي لسه جاية على اليوم السابع وهو يتحمل مسؤولية، وهقول لحضراتكم النص ولو ارتباط بالموضوع. أكد الشيخ أحمد المحلاوي خطيب مسجد القائد إبراهيم على وجوب قيام المصريين بالذهاب للإدلاء بأصواتهم، مؤكدا على أنه واجب شرعي حتمي كباقي واجبات الشريعة الإسلامية، مدللا على ذلك بقوله تعالى: ولا تكتموا الشهادة ومن يكتمها فإنه آثم قلبه، موضحا أنه عند التصويت ليس هناك اختيار بين مرشحين، ويجب اختيار مرسي باعتباره المرشح الذي أيده علماء الأمة وقادتها. نعيد السطر الأخير ده. حاضر. أي. ويجب موضحا أنه عند التصويت ليس هناك اختيار بين مرشحين، ويجب اختيار مرسي باعتباره المرشح الذي أيده علماء الأمة وقادتها، مدللا على ذلك بقوله تعالى: وأقيموا الشهادة لله. واستنكر المحلاوي خلال كلمته عبر الهاتف المحمول في مؤتمر تأييد الدكتور محمد المرسي مرشح جماعة الإخوان المسلمين، أن من يتحدث عن فصل الدين عن السياسة، مستدلين على ذلك بقولهم: ما كان لقيصر لقيصر وما كان لله فلله، ونحن المسلمين دنيانا وآخرتنا لله، ولولا الدين من صلح حالنا.
طيب كل ده برضو يعدي؟ لا ما يعديش. لا ما يعديش. فاضل الجزء الخاص بالإدلاء بالصوت وباختيار مرشح بين. لا هو في ثلاث جمل لو تسمح. اتفضل. الجملة الأولى وجوب الذهاب لصناديق الاقتراع أنا أبصم لها بالعشر. وده دور الأئمة والمشايخ والعلماء أن يحث الناس فعلاً يبقى... طبعاً يحث الناس على الإيجابية. فات ومضى عهد أن احنا ما كناش بنروح لا لانتخابات مجلس الشعب ولا الشورى ولا الرئاسة لأن عارفين نتيجة مسبقاً. دلوقتي الحمد لله رب العالمين احنا بأصواتنا وبأيدينا وبصناديقنا بنصنع برلماننا زي ما هو حاصل دلوقتي ونستطيع أن نختار رئيسنا. نعم. وبالتالي أنا أقول أنه المشاركة كإيجابية في أن أروح للصندوق وأن أحط رأيي بنزاهة وأمانة وضميري هو اللي يملي علي من أختار. وده الجملة الثانية بقى، مش أختار ورا حد، أنا لست إمعة، إنما أختار من يملي علي ضميري. أنا شايف مثلا ما في عندك مرشح إسلام، حضرتك ولا السين شايف فلان، الآخر شايف علان، الثالث شايف ترتان، في النهاية كل واحد له رأيه. واحد تاني شايف ان الخصائص اللي هو عايزها في المرشح الاسلامي قوية امين متوفرة في حد تاني ولا حد رابع ولا حد خامس، هو حر. بس المهم ان يعد جوابا لربه سبحانه وتعالى يوم يقف بين ايديه، انت اخترت فلان ليه؟ يقول له رب اخترت عشان كذا. لو كان لمصلحة شخصية ولا المصلحة كذا وكذا يبقى غلط، انما علشان اجي اقول للناس اذا ما اخترتش فلان بعينه يبقى آثم ويبقى حرام عليه، هذا لا يجوز. طب هو ما قالش كده نصا برضو، يعني انا برا العنوان بيقول كده ولكن هو ما قالش من يخالفه آثم. تمام. هو قال انه عند التصويت ليس هناك اختيار، هو رأيه حاسم قوي. طبعا. ماشي. لا في اختيار طبعا. طبعا. ويجب اختيار مرسي باعتباره المرشح الذي أيده علماء الأمة وقادتها. ما هي كلمة يجب دي في عرف العلماء يعني ايه؟ يجب معناها من يخالف يبقى آثم. ما اقول لك يجب عليك ان تشرب هذا، يبقى لو ما شربتش يبقى آثم، انما لك ان تشرب يعني يجوز لك. نعم. فاحنا في عرف العلماء، وذلك لما يجي حد يقول لك ولا يجب ان نفعل، لا هي لا يجوز ان نفعل. طب احنا في مجتمع، انما لا يجب معناه ان ممكن افعل، فكلمه يجب هنا معناها انه بيلزم، وده غلط، لا يجوز. ما في اسلاميين رشحوا غيره. انا مش ضد الدكتور محمد مرسي طبعا، احنا ما بنتكلمش عن شخص خالص، يعني خرج الدكتور مرسي من المعادله على مبدا. نعم. وبعدين منذ متى كانت العمه وكان الدين بهذا الشكل اللي يحصر نفسه في مرشح سياسي او مرشح حزب او مرشح طائفي؟ احنا دايما العلماء يقفون على مسافه واحده، ينصح الناس بالعموم، يدعو الناس الى الايجابيه، ده الاساس، ويحث الناس على اختيار الاصلح. انت شايف الاصلح مين؟ انت حر. الاستاذ عصام شايف الاصلح هو حر. البشمهندس والشيخ علاء شايف الاصلح هو حر. هل انا الزم الشيخ علاء النهارده بما يراه سالم من الاصلح؟ امال فين شخصيته؟ ما تقدرش. فين شخصيته؟ يعني فين شخصيته؟ لابد يكون، والا كنت معه. احنا عايزين نرفض بهذا الاسلوب، ما عادش ينفع. شوف حضرتك، انا مع ان يقف حد يقول اختاروا فلان عشان كذا وكذا 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 وكذا. نعم. لكن ان يقول اختاروه عشان واجب عليكم ولما ما اخترتوش يبقى حرام عليكم، ما ينفعش. طيب. هل احنا في مرحله يا باشمهندس، عايزني اقول ايه بس عشان ريحني؟ طب في كسبه العلماء والشيوخ، طب اعمل ايه؟ اقولها ازاي؟ خلاص انا حلق. انا اكمل خلف اخي الحبيب فضل الشيخ، الله يكرمك. طيب. ان هو انت جزاك الله خيرا فتحت قضيه خطيره جدا حقيقه، يعني وان لم تكن هي صلب الحوار اتفقنا عليه، لكن قضيه خطيره جدا. طبعا انا ارى انه يجب علينا جميعا ان نحفظ عرض الشيخ المحلاوي، الله يرحمه، انه عالم ازهري لا ونحن لا نقترب من، وله مواقفه المشهوره وعالم جليل التي تحسب له. نعم. ولكن الحساب دائما بيكون على الفتاوى فقط، على القول. نعم. الفتاوى فقط لا غير. قول الشيخ هو المرشح الذي يده العلماء، لا شك ان الدكتور مرسي ما احترمنا التام له ايده بعض العلماء. نعم. حتى لو في دقة في المصطلح، أيده بعض العلماء، ولكن محاولة حصر الناس في دائرة معينة، يعني أنا مع احترام التام لشيخنا المحلاوي أقول يعني أن احنا أنا أرى أن الشيخ المحلاوي أعلى من كل ما يدور. طيب. وأحفظ له مكانه. بس حضرتك حطتني في حتة تانية هتثير سؤال. نعم. طيب لو سين من الناس كان أيدوا العلماء كلهم. نعم. مش بعض العلماء. نعم. العلماء أيدوه. نعم. أصبح واجبا علي كمواطن لي رأيي واختياري أن أنتخب وإلا أصبح آثم؟ شوف حضرتك، الموقف الحالي في مصر، إحنا أولا لسنا في دولة الخلافة. نعم. لو كنا في دولة الخلافة صحيح ونصب والي، نصب بأي طريقة كانت حتى لو أخذها بالغلبة والقهر، لازم يشرح الشيخ. الله يكرمك. ممكن أحيانا الغلبة بالقهر يملك،
احسنت، يلزمني ويلزمك البيع. صحيح. اما النظام اللي احنا فيه ليس بنظام خلافه شرعيه مهما كان. نعم. حتى كلنا نقول نحن بنلعب اللعبه الديمقراطيه. صح صح صح. تمام. لعبه ديمقراطيه، فطالما المساله ما زالت في طور اللعبه الديمقراطيه فانا يعني انصح نفسي اولا وانصح جميع اخواني ان هنبتعد عن التاثيم. صح. لان جميع المرشحين هم لنا اخوه، كلهم اخواننا، كلهم افاضل، وان تفاوتوا في الانضباط على المفاهيم الشرعيه. نعم. بين محسن ومتوسط وما الى ذلك. صحيح. لكن نحسن الظن بالجميع، وانا والله اعلن وانا على ذي الشاشه الكريمه المحترمه انا ما عندي خوف مطلقا، حتى لو تولى رئاسه مصر مرشح كما يقال غير اسلامي، كان غير اسلامي لا تعني التكفير مطلقا ابدا، هو اخونا وان كان له منهج يختلف عن الاسلاميين شويه، لكن هو في الاصل انه مسلم. صحيح. وانا لا اخاف ان لي لن يستطيع احد ان يرجع بنا الى الماضي، لن يحمل علاء عامر اللي قدام حضرتك ده من على هذه الشاشه الى السجن مره اخرى ان شاء الله. لن يكون باذن الله تبارك وتعالى. فانا مطمئن للجميع، ولكن زي ما فضلت الشيخ لا شك ان كل مواطن له رايه له ان يراجع، ولكن لا نمنع ان يسال العلماء، هذا حق العلماء علينا. الناس بتسال كلها بعضها، فالعلماء اذا جئنا اليه نتكلم فيها مشهوره. والعالم هنا لا نقصد فقط عالم دين، انا يمكن ان اسال عالم اقتصاد واقول له في برامج المرشحين دول افيدني مين اللي هيبقى في مصلحة البلد؟ ده توسع بقى؟ نعم. توسع مقبول، لا حرج، ما فيش أي إشكال. نعم. نعم. طيب أستاذ عصام، يمكن أن ترصد معي حجم التجاوزات دون إشارة إلى مرشحين بعينهم أو أسماء ينتمون إلى أي تيار، ليبرالي علماني إسلامي، إحنا مش يعني خارج هذه الدائرة تماما، يعني رصد تجاوزات في عمليات استغلال الدعاية الانتخابية خاصة في المساجد وخلافه؟ التجاوزات كثيرة ومتعددة. نعم. وسبب زيادة التجاوزات انه اللجنة العليا للانتخابات الرئاسية لم تمارس سلطتها حتى الآن فيما يخص الدعاية الانتخابية، بل أكاد أجزم ان اللجنة العليا للانتخابات البرلمانية واللي كان فيها مئات المخالفات لم يحال مرشح واحد على كل المرشحين نسبة كبيرة من المرشحين. ده الناموسك. نعم. لأنه معركة الانتخابات يعني كانت متعجلة، فشفنا مخالفات جمة. أول هذه المخالفات أنك عندك أغلب المصالح الحكومية اتحط عليها دعاية انتخابية. نعم. كافة المساجد تم استخدامها، دور العبادة تم استخدامها للدعاية لمرشحين بعينهم، مش في مصر بس بالمناسبة، حتى بعض الزملاء النهارده اللي بلغونا مثلا في الكويت او السعوديه قالوا انه تم استغلال دور العباده للدعايه الانتخابيه. المنشورات اللي بتوزع واللي بيتم استخدام فيها، بيتم فيها خلط الدين بالسياسه، او بيتم فيها فتوى ويتم استخدامها استخدام سيء. المرافق العامه، المواصلات العامه، حتى بعض الاذاعات الخاصه او بعض القنوات الخاصه، كله نعم. تجاوز في الدعاية الانتخابية، كل خالف الدعاية الانتخابية، واللجنة الرئاسية لم تمارس أي دور حتى هذه اللحظة، مش بس الدعاية الانتخابية، حتى حد الإنفاق. يعني نستطيع ببساطة شديدة جدا أي مواطن طبيعي أنه يلحظ أنه الدعاية الانتخابية تجاوزت 10 مليون بمراحل. نعم. حتى هذه اللحظة كمان مفيش مرشح واحد قال لنا مصادر تمويله منين او مصادر الدعايه الانتخابيه اللي تمت من الحبايب اللي تمت من الحبايب كتير، لان احنا ما حطناش معايير وما عملناش لائحه تنضبط وما شكلناش لجنه تقول انه هذا الانفاق تجاوز ولا لا، كلها جهود فرديه بتقوم بيها منظمات المجتمع المدني اللي المفروض النهارده بتدخل في خصومه مع اللجنه العليا للانتخابات، لانه عدد كبير من منظمات المجتمع المدني تقدمت بطلبات عشان تتابع العمليه الانتخابيه، عشان تراقب العمليه الانتخابيه، اتاخد منها تقريبا 54 او 56 في اقصى تقدير من منظمات المجتمع المدني اللي تتجاوز 26,000 منظمه اهليه. ما شاء الله. طيب فضيله الدكتور، اتفضل يا فندم. هو ايام الرسول عليه الصلاه والسلام صلى الله عليه وسلم والخلفاء الراشدين والائمه الكبار كان بيستخدم المسجد، المسجد هو كل شيء، هو الديوان وهو السياسة وهو الاقتصاد. المسجد كان في وقت من الأوقات هو بيت المسلمين. ده كان بيحصل؟ شوف الوضع مختلف ولا يجوز القياس، لأن في فوارق عديدة. نعم. لما نحب نعمل قياس
يبقى لازم نعمل قياس في أمرين متشابهين أو قريبين في الشبه. الواقع أنه لا شبه على الإطلاق. تتكلم عن النبي عليه الصلاة والسلام كان نبيا نبيا، ومن ناحية السلطوية صح التعبير سلطة رئاسة، بس نتكلم هنا عن سلطة دينية مطلقة معصومة لن تتوفر لسوى خلاص، لأن النبوة ختمت به عليه الصلاة والسلام، فلا عصمة ولا طاعة مطلقة لأحد بعده. طيب. فتتكلم عن وضع مختلف بالمطلق. طيب. وبالتالي هو يتصرف عليه الصلاة والسلام كيف يشاء، الأمر مختلف معاه تماما. طيب. نمرة واحد. نمرة اثنين، إن لم تكن هناك بعد مؤسسات، يعني ما كانش عندك مؤسسة عسكرية وما عندكش مؤسسة اجتماعية وما عندكش مؤسسة تعليمية أو ثقافية، ما عندكش جيش لوزارة الدفاع، ما عادش كانش في مؤسسات، فكان النبي الكريم صلى الله عليه وسلم بمسجده المبارك بأصحابه هم كل الدنيا دول، هو السياسي وهو العسكري وهو الاقتصادي وهو الإمام وهو الديني وهو الروحي وهو الأب وهو الكفيل حتى للعلي دين كان بيسدهوله إلى آخره، فكل الدنيا كانت متمثلة فعلا في هذا المسجد. بدأت الأمور تختلف نسبيا بعد سيدنا أبو بكر الصديق عنه وأرضاه. أبو بكر صحيح خليفة للمسلمين، اختلف العلماء هل يا ترى النبي نص عليه ولا لما نص عليه، اللي قال نص عليه انتهت ودحالة برضه مش لحد تاني لان النبي خلاص مش هينص على حد غيره، انتهت المسألة. من قال انه لم ينص عليه لكن الصحابة راحوا الحتة اسمها سقيفة بني ساعدة وانهوا الامر وراحوا الجامع بيعوله، بمعنى ان يوم ما اعمل الانتخابات ويطلع رئيس جمهورية من حقي انا ان انا في المساجد اوطد له الامر بقى واقول لهم يا اخواننا احنا انتخبنا والانتخابات طلعت بسين يبقى يجب ان احنا نحترم سين خلاص، زي ما قال كده اخونا البشمهندس الشيخ علاء لما قال ان الممكن له عشان نحقن الدماء ونعصمها الى اخره، احنا في التاريخ الاسلامي لو ان انسانا تغلب بالقوة على الامارة وخلاص ما فيش غيره هو اصبح الاقوى يبقى من حقه او علينا ان نبايعه حتى نحقن الدماء، لان الدم عندنا غالي قوي، ما فيش حاجه تساوي الدم ابدا، الدم هو اغلى شيء على الاطلاق. فالوضع مختلف، وبالتالي ما اقدرش اقول النهارده هل المسجد ايام النبوه كان بيستعمل النهارده زي كده، لا، ولا حتى الراشدين كان الخلفاء الراشدين كان بيستعمل زي دلوقتي، لا ما عادش الكلام ده، ما عندناش النهارده الخليفه، ما عندناش الامير امير المؤمنين، ما عندناش ده. انما عندي النهارده زي ما اتفقنا كده في لعبة ديمقراطية بتمارس، اللعبة الديمقراطية دي من حق أي حد يخش فيها بقوانين وضعية، ما هياش قوانين سماوية، ما هيش قوانين قرآنية، وبالتالي ما أقدرش أنا كشيخ أكون الحكم عليها والمهيمن عليها. ومن هنا أنا أقول مرة أخرى، عايزين نعمل أي دعاية انتخابية، عايزين نعمل مؤتمر انتخابي، عايزين نعمل مؤتمر صحفي، عايزين نعمله خارج إطار دار العبادة، خارج إطار المسجد. يوم ما هيجي الرئيس منتخب ويكره جمهور الناس ويطلع بصندوق الاقتراع سنقول للناس احترموا هذا الرئيس واعطوه الطاعة وهو عليك كذا وكذا وكذا نحو الرعية الى اخره. وبالتالي مرة اخرى واكرر، هي دي المادة 28. نعم فندم، هي دي المادة 28. المادة 28 مش دعمة 28، 28 خطأها كلنا نتفق عليه، لكن برضو الاسلاميين اللي زعلانين منها النهاردة هم اللي قالوا ايوه عليها، اللي قالوا نعم، وبالتالي ما لهمش حق يتكلموا فيها. مادة 28 بتحصن الأخطاء. قصدك الشيخ علاء؟ لا مش الشيخ علاء، هو الشيخ علاء ما يمشيش الإسلاميين، كل واحد بيتكلم عن نفسه. الشيخ علاء هيكر لو في خطأ هيكر بيه. بس هو أيد المادة 28. هو المشكلة يا سيدي عشان نكون واضحين، اللي كان بيعمل إن شاء الله بس اللي كان بيعمل استفتاء على الدستور ما كانش عارف بيعمل استفتاء على إيه، هو كل اللي اتقال بس الحقهم قولوا نعم عشان مادة 8 من الدستور، انما لحد ارى ثانيه ولا ثالثه ولا رابعه ولا 10 28 ولا 100 مفيش ولا كانت موجوده، ما كانش حد قرأ حاجه اصلا. ما هي المشكله سيدي. طيب احنا مش عايزين نتنقل ليه، انا عايز اتكلم في الماده بتاع الجامعه. خلينا ارجع اقول ثاني ان المساجد لله سبحانه وتعالى، دورنا ان احنا نكون ايجابيين ما نتحزبش وما نشتغلش شغل سياسه. حضرتك كده بتقول لي انه غير مسموح باستخدام المسجد او المنبر في اي دعايه سياسيه. مظبوط، ده من الناحية القانونية حسب قرارات الأوقاف الآن، ومن الناحية الدينية. شوف سيدي هقول لك على حاجة، دايما وزراء الأوقاف بيكونوا على الأقل أساتذة في الشريعة، يعني حتى الدكتور المحجوب اللي أنا عمري مش كبير أو في الأوقاف 20 سنة تقريبا، الدكتور المحجوب كان أستاذ شريعة صح، ما كانش عالم في الأزهر أستاذ في الأزهر، لكن أستاذ شريعة. من بعده كلهم بلا استثناء أساتذة في الأزهر على قدم عالي جدا، الدكتور أحمد بن نور، الأحمد بن نور ربنا يديله الصحة، الدكتور حمدي زكزوك ربنا يديله الصحة والبركة وراجل عالم فاضل، الدكتور عبد الله الحسين من بعده كان نائب رئيس جامعة، كان رئيس جامعة الأزهر، بعديه الدكتور القوسي، كلهم علماء أجلاء فضلاء جدا. فلما بتتكلم على قرار بيدرس
يدرس، هو يدرس الأول من ناحية الشرعية، فإذا أقر شرعيا حتى لو عليه خلاف، شوف برضه عشان في نقطة مهمة، من باب القاعدة الأصولية نؤمن بها ونعمل بها أنه من حق ولي الأمر أن يقيد المباح إذا كان في التقييد مصلحة. وبالتالي إحنا بندرس الموضوع بشكل، على فكرة أنا أذكر يوم أنا كنت موجود في الوزارة لما كان بيناقش قانون منع التظاهر في دور العبادة. نعم. قبل ما يؤخذ القرار في هذا الموضوع ويطرح المجلس الشعب لمناقشته، راح صورة من القانون لدار الإفتاء عشان يقولنا رأيهم، وراح لمجمع البحوث عشان يقول رأيهم. فكل قرار بيطلع من وزارة الأوقاف مش بس بيعتمد على قيادتها اللي هم أساسا علماء أزهر وأساتذة، بل بيطلع كمان لدار الإفتاء عشان ياخد الرأي، ويروح على مجمع البحوث عشان ياخد الرأي. وبالتالي القرارات في وزارة الأوقاف لا نفصل كونها شرعية أو إدارية، لأنها في النهاية بتصب في الإطار الشرعي. طيب بعد الفاصل هسأل الشيخ المهندس علاء عامر، هو أنا أقدر أفصل ما بين المنبر وبين المسجد؟ يعني لو هناك إمام مسجد، فإذا اتخذنا قرار وولي الأمر قال ما تستغلش المسجد في الدعاية الانتخابية، هل يصبح من الجائز أن الإمام ده يطلع برا المسجد ويدعو الناس إلى مرشح بعينه ثم يعود إلى المنبر في اليوم التالي؟ هذا نسمعه بعد الفاصل إن شاء الله.